اليوم فيديو غريب عجيب ما فهم شيء من شيء. انا ما بعرف اصلا ليش موجود انا ليش قاعد. فيديو عن تيك توكات بس البنات بتفهمه. اوكي طب تركني انا بديرك. ما انا بدي اشوف شو اللي ما راح ينفهم. يعني انا نحن انا هلا ممثل جنس ادم بدنا نسال انه ما فهمت شو صار. اوكي رح اترك انت قبل ما انا اشرح لك. لا اول شيء انت اذا فهمت الفيديو وحدك ايوه اوكي يا جماعه اشتركوا بالقناه واعملوا لايك على الفيديو. حب للمرأة هي بلعت الورق شو صار؟ بلعت الصبي؟ لا لا بلعت بطنه عادي بتصير. هيدا كان بطن عادي ما فيه شيء بقلبه؟ هيدا منه بطن فيه ولد؟ لا في اكل اوكي مش مشكلة لا في يكون فيه اكل عادي ما مش عم بقول شيء بس بينبلع بهالطريقة. نحن عندنا هيك خبرة سريعة انه نبلع بطن مغرب وفجأة هيدا سر من اسرارنا هو ايه يعني بس انه في هالقد يكون وهالقد ينفذ ما في مشكله عندكم هالقدره عندكم هالقدره هي طريق تكنيك يعني اذا بدك علم لا 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 ما بدنا نقعد نبلع بطن نحن هلا خلص ماشي الحال ايه ليه عم تبكي شو عامله ما عم تقدر تشيل الكارد بسبب ضفيره هي معاناه ايه اوكي هلا ما بتبكي هالقد بس ايه بفهمك انه بتعيني يعني قصر شوي ضفيرك بسرعه قصر ضفيرك ولا قرب الكارت شوي اللي هو عم يقع عن طاوله مسكيه شو يعني هو على الطاوله ليه عم يعني مش من ايه هيك فينا كمان هذا حل ثاني هيدا حل ثاني ليش مش هذا الاولاني هذا الثاني يعني انت اول هذا الثاني مدام هذا الاولاني لا ما راح اسمع بقى هيدا الاولاني بنستفيد من وجودك معنا تعطي شوية حلول شاركنا بحلولك كمان مش ما اوكي عم بتنظف السينك كل شيء عم بيصير طبيعي لهلا ما فهمت شو صار عندها مستودع ادوي مستودع كريمي هيدا طبيعي انا مش هيك ما تفهمت انت ما فهمت شو انا عم بتعمل افتكرتها في محل انا افتكرت عم بتبيع يعني بيطلع الجيران لعندك هيدا كله وليه ما بتفهمونا نحن بحاجه لكثير انت ما فهمت شو صار هي المخلوقه شالت الكاميرا طلعت في 73 كريم و88 بارفان يعني شوط وين الرياكت على هيك شيء؟ ما في رياكت هاد شيء طبيعي مشي شو؟ بدها تفتحها بشقة لو كمان اوه هي مش مجربتها انا نايس تخيل بتزبط تخيل بتزبط عن جد بدي اجرب طيب خلص بامرك بنبقى نجربها ونعمل لكم اياها ستوري على انستغرام لا شو هيدي ما حدا لا شو هيدي فيها رو هيدا هلا نجربها رو طلع برأيي لحظة لأنه لحظة بس تشوفوا أنا ما طلبت منها أيها القاضي أنا ما طلبت منها تجرب شيء وأنا ما حدك ما خليتها تأذي نفسها أنا برأيي ما تعمليها وإذا مصر اعمليها ما طلع إيه طقي رقبتك مش عم بصير شيء شو هن عندهم بدك تشدي بدك تمسكيها وتعمليها هيك شعرها شو حلو هلا عم جرب تعمل نفس الفكره شو هي الفكره بس انه تربط شعره ترفع شعره كله تمشطه هيدي شو تنطفو عم تنطفو بورقه بيتمشط بورقه كلينات مطمش انا بدي اعلمك فيديوهات بس بيفهموها البنات ما تمشطوا بالفرشيه جيب ورقه ما خص التمشيط شالت التنوبر شالت التنوبر ايه ما هو التمشيط شو بيعمل بشيل التنوبر لا التمشيط بينوبر الشعر ليكي ليكي شعرك كيف مشطته بالفرشايه ليكي كيفه هيك منور حطيت عليه وايبس ليكي طلعي هي اكيد رح جربها هلا عندك وايب هلا مش هلا شعرك ما بده منور بعقد شعرك بتعقدي هي لا بتجنن تنور الشعر لا كثير حبيت اذا بتزبط هيدا حل من الحلول انا شعري بضل منور بصراحه بقرا بالكومنتس اوقات انه كيف في عندك دائما شعرتين واقفين في شعرتين واقفين هيدا عامل لحظة لحظة قبل ما نعمل رياكشن على هذا الفيديو هيدا عامل شعره وايت وايبس هيدا مكتر هيدا ايه اربع مرات هيدا مكتر عاملها هيك كثير اوكي عم بخبر كيف البنات بيلعوا سو ايه مزبوط في كثير من ايه هيدي تايب 1 تايب 2 مش معقول هيدي اذا بدنا نحكي من بعض مثلا ايه ومستحيل ليك شو مرتبين نحن ايه هيدا الانسان اللي ضروري يضل برا يلي كيف زبطت معه هيدي كرمال ما يروح الروج
هيدي اللي هيك هي هي واحد شفت كان لا هي زيادة كثير كثير هيدي الهزة الراس لا مش طالعة بس هاي الروج هيدي ضرورية كرمال الحمراء بس حلو لا مهضوم كثير شو؟ اوه الباودر كرمال ما يعلموا الهولة تبع العوينات لانه اذا حاطين فاونديشن وحطيناه بعلمه انت ايه صوتك راح انت وعم تعمل الرياض يعني رجعي شميلي وخبر اللي عم بتخبريه ايه يعني بنحط باودر هون وبنحط انت انتبه هلا انتبه فلوس صرت ايه زبط ايه انا ما بس شلته مقشع ايه كفي ما بقعد يعلمه هون على منخارنا اوكي شو بها شو في ما بعرف ما بعرف انا عادة ك يعني مركبه شو مركبه مركبة وشي مركبة وشي يطين شو ما فهمت لحظة لا لا انت عملي لاش اكستنشن عملي لاش اكستنشن ايه شو ركبت شعر ايه شعر هو مفروض رموش يعني تركبه ايه على رموشة ايه ركبت شعر وركبتهم على رموشة صارت امبريلا يعني هلا اذا شتت الدنيا حامي عيونها هي ما بصير لاش بتشتي على هاي هون شو شو هاي دل طب ما مش في بنات هيك يعني مش كلنا هيك اوكي لما تتحمم بلونج نيل شو بيصير هيك بيصير الضفر بيصير الضفر ضفير طري كتير بس هيدي ضفيرة حق فعلا ايه مش حلمين و مش كتير 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 سوبر كتير طوال كتير هلا بس لقلة الترتيب ايه لا هي اللي فايدة ايه كمان شو كيف عم تعمل كيف عم تعمل كيف تعملوا بالضفير هالقد طوال ولا انا ولا مرة كانوا ضفيرة هيك طوال يعني انت كمان ما عم تفهم الفيديو ايه هو انت كمان ما فهمتي لا مش كلنا عم شو تركته بأوضته بأوضته لك هو يا شو طفل نحن كمان مش كلنا هيك ايه بس تكوني عارفه ايه. مخصوص هي كمان عدد البوليشيات اللي عندها محرج انه ايه مش غلط بس انه كتار ايه بس وشو شو فرقنا معك انت مهم هو يكون شوي اكبر من لا هو يعني طيب خلص اوكي هو لازم يكون اكبر من هيك بس هي فيها تكون هيك بس هو لازم يكون اكبر من هيك طيب اوكي كريسمس في هدايا في هدايا كريسمس رفيقه دغري بتنعرف هديه رفيقه لك كيف ملك سكوتش شو ما في ذوق مش معمولين انتوا اوقات كيف حدا هيك بلزق ورقه كادو اول شيء بنرجع للجمله اللي حضرتك قلتيها مش كلمة ايه انا ما عم شو بقول شو الكلمه ما عم بجمل شو الكلمه بينت اني بتغسل عاده بين نظام انت شو الكلمه بلا حدا يعني شو الكلمه يجمل كاش ايده واحده ايه لا هيدا ما بينفتح يعني بتحس انه اصلا شو بدي افتح ولا افتح يعني اوكي يا عم جرب افهم شو مكتوب انا عم بقرا بس لما يعني لما تكوني انت يعني هي عم بتصور رفيقه معه وقالت انا بسهوله في انخطف هو ما رح يعرف لانه ماشي قدامي بعيد كيلومتر بس هي قبل ما تفتح الكاميرا شو عملت له لخلته يمشي قدامها بعيد كيلومتر ومش طايقه ما حدا بيعرف فتحت شوفوا كيف تركنا انا اذا بنخطف ما حدا بيعرف فيي بس هي شو بتكون قبل ما تبتدي له حياتهم بقطته اكلاته مقفته عيشته وقال لها ليكي مشي وحدك تركيني ارتاحي خمس دقائق لا اللي لو جنتلمن لو شو ما صاير بيناتهم بيحميها وبيرجعوا بالبيت بياخذ موقف بالطريقه قدام العالم ما مفروض يصير هيك انت متحسنه كثير يعني خلال هال يعني شو تحديدا انت شوف اذا بخدها بوزيتيف لا بوزيتيف يعني شو شو بيقولوا شو بيقولوا بقلب السحر على الساحر طول عمري قلت لك متحسنه مش طول عمري ايه الرجال الحقيقي ما بيتفرج على مرته عم تدفع مصاري ابدا ايه فبغمض عيونه ولا ممكن انا ولا ممكن شوفك عم تدفع مصاري بحياتي شو حلوة يا انتبهت شو حاطة ايه هيدي شايفتها بالاير فريشنر هيدي اللي بتعلق هون حطت له اياها يا حرام هي بينت عن حسن نية حبيبي تطلع ريحة سيارتك حلوة انت هلا انت مركز هلا على الكاميرا وعليها هيدا مش مركز انه هو هيدي التيشيرت لبسها منين شو هي هيدي انت التيشيرت برو جايز بدكم تشوفوا معي بابعاد الصورة دايما التيشيرت شو وضعه التيشيرت شو التيشيرت كثير بين مش هاي المشكلة هلا فكرة انه نحن نشوف شو عنا قصص براسنا كيف هو شو عنده قصص بخزانته
انا بمكان تاني هلا. مش هذا هدف الفيديو يمكن. طيب يا جماعه بتعرفوا شو، بما انه هالقد انا وياه راينا مختلفين، فاكتبوا لنا انتوا رايكم، شو رايكم انه الشاب عادي يلبس بينك ولا لا؟ انا برايي يا اختي عادي يلبس بينك، مش هيدا البينك. انا مشكلتي مع التوناليتي تبع البينك، انا ما عندي مشكله البينك. انا ما عندي لون نسائي ولون رجال، لا في لون. عمل لك على بدله سوداء او بدله كحليه من لبس قميص بينك خفيفه كثير، بتبقى مرتبه، تبقى فيها ليه بس هيدا البينك ليش ما بقى ليك جماعه الصيفيه عادي. اكتبوا لي بالكومنتس اذا برايكم كثير شو رايك؟ بتنلبس ما بتنلبس؟ بتنلبس ما بتنلبس؟ باي. واشتركوا بالقناه فعلوا جرس.